بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور جب تشریف لاتے ہیں زینت القرا نجم القرا ملک پاکستان کے عظیم قاری قاری القرآن قاری سعید اللہ سعید صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما لتنبئنهم بأمرهم هذا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت قال بل سولت
الله أكبر ما شاء الله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. يا استاذ يا قاري ما شاء الله غفر الله رحمك الله ما شاء الله شيخ تقبل الله آمين. وجاء وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله سبحان الله سبحان الله الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله إذا
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.